الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن تحدثنا سابقا عن آية الكرسي وأن الإيمان والدين يكون في القلب ويظهر آثاره في الواقع، تأتي الآية الأخرى لتبين للمؤمنين أنهم ينبغي أن يتولوا الله ورسوله ويطلب منهم النصرة وحده مع اتخاذ الأسباب. فبعض الناس بلا توكلنا على الله ولا يعملون ولا يجاهدون ولا لا في المال ولا في النفس، لا، هذا ليس تولي. التولي والولاء أن يكون العبد مطيعا لله في كل ما أمر ويقتدي برسوله صلى الله عليه وسلم في جهاده وفي أعماله وفي إنصافه وفي البعد عن المحرمات. يقول الله تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله ولي المؤمنين أن يتولاهم بالنصر والرعاية والسداد والهداية، يهديهم إذا آمنوا إيمانا حقيقيا واعتقدوا أن الطاعة لله، يطيعون الله في كل ما أمرهم به فيهتدوا إلى الطريق الذي ينجيهم من الشدة وينصرهم على أعدائهم. يخرجهم من الظلمات إلى النور، عندما يتولون الله بالطاعة الله يدلهم على الطريق الصحيح الذي يوصلهم إلى النور. الظلمات جمعت، المفسرون جميعا يقولون الكفر يأتي بصيغة الجمع والهداية والإيمان يأتي بالإفراد، فالظلمات يعني الكفر. لما قال ظلمات؟ لأن الكفر أنواع، هذا عبد لأهوائه وشهواته ومن أجل ذلك يطيع فلان، هذا عبد لفلان من باب أولى رأسا ما في حاجة، لأنه يسير له أعماله، لأنه يوظفه، لأنه كذا، لأنه والعياذ بالله تعالى. فيكون الكفر أنواع مختلفة، هذا لا يطيع لا فلان ولا فلان ولا يطيع الله، ولكنه عبد لأهوائه وشهواته، عبد للزوجة، عبد للمرأة، للجنس. فالإنسان ما منعه الله من الجنس ولكن لا يكون عبدا للجنس. الإنسان ما منعه من المال وإنه يحب الخير لشديد، الله خلقه هكذا، ولكن لا يكون عبدا للمال. حتى العبودية قد تكون للولد، وذكر القرآن لنا ذلك مثالا واقعيا، أن زوجين تزوجا، حتى إذا تزوجا خلق الله بينهما ولدا، فلما تغشاها يعني عاشر زوجته حملت حملا خفيفا، المرأة بالأول الحمل لا تشعر به، فلما أثقلت كبر الولد دعوا الله اثنين لأن أتيتنا صالحا يعني كامل الخلقة غلاما لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له فيما آتاهما شركا. صار ابن عنده أهم من الله، حب ابن أكثر من حب الله، مع أن الله هو الذي أعطاهم، وإن كان عبد رجو تعطينا، وبيعرفوا أن ما أعطاهم الولد إلا الله هو الذي خلق. فإذا بهم يسعون لمرضات هذا الولد من حلال من حرام لا يبالون بأمر الله، فصار كأن الولد شريك لله في العبودية والطاعة. فلننتبه أيها المؤمنون للتحرر الصحيح الذي طلبنا به منه الله سبحانه وتعالى، ما هو صعب، ولكن انتباه لي وساوس الشيطان، شيطان الإنس والجن، حتى لا يحرفنا عن الحق الذي أنزله الله. فأيضا الكفر أنواع، والله يخرج المؤمنين من ظلمات الكفر إلى نور الهداية وإلى نور الصواب إلى نور طاعة الله إلى نور السعادة، لأن الله كما مر معنا يأمر بكل خير وينهى عن كل شر، فإذا أطعناه سعدنا في الدنيا قبل الآخرة. من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت، ولكن أنت عم تكفرنا، طيب مين وليك أنت؟ من مين عم تتمنى النصرة؟ من روسيا؟ من غيرها حتى تنصرك لتتسلط على الناس؟
هؤلاء أولياءهم الذين يستنصرون بهم وينصرونهم الطاغوت، أهل الطغيان أولياءهم الطاغوت، أنصارهم الذين يزعمون نصرتهم هم الطواغيت أي غير الله تبارك وتعالى، وكل معبود من دون الله هو طاغوت. يخرجونهم من النور إلى الإيمان، من نور الهداية. طيب هذول كفار بالأصل ولكن الآن كشفوا؟ لا، أصل كل مخلوق في قلبه فطرة الهداية، وهو يشعر في نفسه وفي قرارة نفسه إذا لم تتأثر بالشهوات وبالمجتمع وبالبيئة، بقرارة نفسه يعلم أن الذي يستحق الطاعة هو خالق الكائنات وليس المخلوق. فهذا النور الهداية الموجود في قلوب الناس جميعا، يأتي الطاغوت أي كل معبود من دون الله فيخرج الكفار من نور الهداية الموجود في قلوبهم إلى والعياذ بالله تعالى إلى الطغيان، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، إلى ظلمات الكفر وأنواعها بأشكالها المختلفة بمناهجها والعياذ بالله تعالى، من الظلمات إلى النور. أولئك البعداء عن الحق، أولئك البعداء عن أمر الله ومنهج الله، أولئك هم أصحاب، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أصحاب النار ملازمون لها. شوف عبر عن أصحاب النار مثل إذا كان واحد صاحب البيت أو مستأجر. إذا مستأجر بقول لك إذا اختلفنا مع بطلع أو طالعني، ولكن إذا صاحب البيت الأصل فيه هو مستقيم فيه دائما، مرتاح فيه، أنشأه حتى هيئه على أن يكون له كامل. فملازمتهم للنار سماها الله أصحاب النار، أولئك أصحاب النار، وأكد ذلك بقوله مو أصحاب النار فترة وروحوا، لا، هم فيها خالدون، خالدون لا يخرجون. فبعض الكفار ينشر عن نفسه أنه خالد وأنه كذا، طيب خالد وين؟ بس في جهنم، في الدنيا نعرف ما حد بده يخلد. وإذا لم يكن على منهج الله وعلى متحررا من العبودية لغير الله فهو في جهنم والعياذ بالله تعالى. جهنم أوقد الله عليها 100 عام حتى احمرت درجة الاحمرار، ثم أوقد عليها 100 عام حتى بيضت درجة التوحج، ثم أوقد عليها 100 عام حتى سودت فهي سوداء مظلمة نعوذ بالله تبارك وتعالى. وبعض المنافقين سمعته مرة في وسيلة من وسائل الإعلام يقول أن الناس عندما يدخلون جهنم بعد فترة من الزمان يعني بتعتادوا عليها ويتلززون في الإحراق في النار. نعوذ بالله من شر الشيطان الذي يجعل هذا المنافق يفسر القرآن. الله في الآيات الكثيرة يبين الخلد في النار ويبين عذابا أليما مؤلما، وبين في آية أخرى قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. شوفوا الإعجاز. هل كان محمد عليه الصلاة والسلام مع دكتوراه في التشريح؟ كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. فتغير الجلود يا إخواني، الأطباء يعلمون هذا، إذا فتحت البطن إيش بتريد حشكل فيها؟ ما في ألم، ولكن الآلام أكثر خلايا المؤلمة العصبية في الجلد. فعبر الله كلما نضجت جلودهم احترقت واهترت يبدلهم الله جلودا غيرها ليذوق العذاب، لأن الألم في الجلد كل ما احترق يعود. انتبهوا أيها الإخوة لإعجاز القرآن، هذا ليس من صنع محمد، لا يعلم إنسان هذا الأمر من 15 قرن. الأطباء والعلماء والمشرحون عرفوا ذلك فبينوه كما قال الله سبحانه وتعالى، تغيير الجلد لتغيير العذاب وتجديده والعياذ بالله تعالى. نسأل الله أن يقينا شر جهنم وأن يهدينا إلى سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين.